بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام أحبابي في الله، كراكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله ما رحش نشارك معكم وصفة ولا تدبيرة، وإنما أحبابي راح نشارك معكم فرحتي بوصول رسالة البينكود. ها هي البنات، هي وصلتني رسالة البيكوت. الحمد لله، الشكر لله، والشكر لله، والفضل أكيد يرجع لله تعالى. ونشكركم أحبابي كامل على تفاؤلكم وعلى كل شيء، على كل يعني كل إنسان حط بصمته في هذه القناة أنا يا نشكره. ونشكر العائلة الكريمة اللي كانت معايا من بداية المشوار، شكرا احبابي. المهم احبابي، هذه الرساله توصلكم عن طريق البريد يا اخوتي، بعد ما تكملوا 3 شروط تاع اليوتيوب، واللي هي كل واحد يبدا قناه كاين 3 شروط لازم نكملوهم في اليوتيوب، في قانون اليوتيوب. واللي هذه 3 شروط يا اخوتي هي 1000 مشترك و4000 ساعه و10 دولار. بعد ما تكملوا تتفعل قناتكم وتبداو تحققوا منها يعني الربح، الجوجل ادسنس يبعث لكم هذه الرساله عبر البريد. وهذه الرساله خاوتي تحمل رقم، يعني رقم يتكون من 6 ارقام، وهو اللي هو رقم سري يعني يتوصل به كل واحد تفعلت قناته. وهذا الرقم تدخلوه في حسابكم في جوجل ادسنس، واللي هو باش تثبتوا به، يعني تثبتوا به حسابكم. يعني خاوتي هذا الرساله هذه اللي ما وصل، يعني اللي عنده قناه ما وصلتوش ويعني وكمل كل الشروط ما وصلتوش هذه الرساله، قناته يعني ما عندها حتى قيمه، يعني القناه تكون ملكك لما توصلك هذه الرساله. وانا الحمد لله والشكر لله توصلت بهذه الرساله بعد شهر و15 يوم خاطي. يعني هذه الرساله رسلوها لي يوم 31 جانفي 2021، ووصلتني يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، وصلتني حتى باب المنزل خاطي. يعني المهم لازم، باش كاين بزاف الناس اللي ما وصلتهمش هذه الرساله، تفعلت قناتهم وحقوا ال10 دولار ما وصلتهمش هذه الرساله، يعني طولوا باش ما وصلتهمش هذه الرساله. المهم خاوتي باش توصلكم هذه الرساله، يعني ما تطولش وتوصلكم، لازم تكونوا كاتبين العنوان تاعكم والبريد صحيح، سواء تكتبوه باللغه العربيه ولا باللغه الانجليزيه ولا باللغه الفرنسيه، المهم تكونوا كاتبينه يعني مليح، ويعني وكاتبينه يعني كما راه مكتوب في عندكم في بطاقه التعريف نتاعكم، راح توصلكم، ناكد لكم راح توصلكم. انا كاتبه يعني العناوين تاعي باللغه العربيه ووصلتني صح، فعلا توصل الكتابه مقلوبه لكن توصلك، ما كاش منها باش توصلكش. المهم انا ها هي وصلتني في ظرف شهر و15 يوم، وصلتني هذا الرساله هذه. و يعني ان شاء الله يا ربي، والله نتمنى من كل قلبي كل قناه مازال ما حققتش الشروط الثلاث، ان شاء الله ربي تحققهم. ونقول لكم حاجه خاوتي، اكيد اكيد بالاراده والصبر تحققوا كل شيء، وخلوا امالكم في الله تعالى سبحانه. واكيد والله يا خوتي ما راح يعني كل اللي في قلبه حاجه يحققها، المهم الصبر وايمانكم يكون قوي بالله تعالى. ان شاء الله يا ربي كل قناه صغيره مازال ما حققتش الشروط ان شاء الله تحققهم، ويوصلها هذا الرساله هذه، اللي صراحه يعني رساله تفرح كل صاحب قناه، يعني كل صاحب قناه توصلوا هذه الرساله يفرح، لانه بها قناته صاي يعني قناته ملكه. ان شاء الله يا ربي كل واحد فيكم توصلوا هذه الرساله. بالنسبه لهذه الرساله يا البنات، هي عباره فقط عن ورقه، يعني تقسموها منها، حاطيكم كيفاش تقطعوها، تلقاو بعد ما تفتحوها تلقاو فيها يعني الحساب والرقم السري والعناوين تاعكم كامل تلقاوها في هذه الرساله. المهم خاوتي باش توصلكم هذه الرساله، لازم بعد يعني اللي تفعلت قناته وبعثوا معلوماتهم، لازم توصوا البريد نتاعكم، يعني الورقة يعني يجيكم الرسائل نتاعكم
توصوا صاحب البريد او موزع البريد انه يعني لما تجي لجاتو هذه الرساله تكتبوا له يعني رساله وتقولوا له تكتبوا هذا جوجل ادسنس وتقولوا له اذا جاتكم رساله بهذا الصيغه تجيبوها لنا. والله يا خوتي راح ان شاء الله يوصلوها لكم لحد باب المنزل ان شاء الله يا ربي. الكل نتمنى النجاح لكل انسان يعني سواء عنده قناه سواء ما عندوش، ان شاء الله والله نتمنى من كل قلبي النجاح لكل انسان. وانا يا ان وانا ان ذاتي احبابي ان شاء الله راح نساعد كل انسان محتاج المساعده ولن ابخل عنه باي شيء باذن الله تعالى. ونشكركم بزاف نشكركم بزاف، واكيد بكم انتم راح نواصلوا. هذا رانا غير في البدايه خوتي، مازال كامل ما وصلناش، رانا مازال في البدايه، ولكن اكيد اكيد راح نوصلوا بكم انتم خوتي بدعمكم ويعني بحبكم لينا راح نواصلوا. شكرا خوتي شكرا، اتمنى النجاح لكل انسان باغي النجاح باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.